بصراحة ليس بوسع أي طرف أو أي محلل سياسي أن يحدد ماهية الرد وأين سيكون أو ساعة الرد، باعتبار ذلك يعود للميدان والقراءة الميدانية من قبل المعنيين وفي طليعتهم حزب الله. لكنني كتبت مقالا في جريدة النهار منذ حوالي 3 أسابيع، قلت سيكون آب لهابا، وهذا ما يحصل اليوم. معلوماتي المؤكدة بأن الرد كان سيحصل أمس الأول، إلا أن بريطانيا دخلت على الخط بناء على تواصل مفتوح بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والحكومة البريطانية، حيث تربطه صداقة بوزير خارجية بريطانيا. وأيضا هذه معلومات موثوقة أن ميقاتي تواصل عبر الميل وعبر الواتساب وباتصال هاتفي على مدار النهار أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان هناك ضغوطات على واشنطن لثاني إسرائيل عن قيام بأي مغامرة غير محسوبة، فيما حزب الله قرر الرد، وهذه مسألة لا تحتاج إلى أي قراءة واجتهادات. وبالتالي بعد استشهاد القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، ومن ثم القيادي في حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيه، لا بد من الرد، وهذا ما سيحصل، لكن التوقيت لا أحد يعلم. معلوماتي أنه سيكون في وقت قريب، وهناك مفاجأة حول هذا الرد تحديدا في المكان المناسب، وربما يفاجئ الكثيرين. وبعدها يمكن أن يتم احتواء الوضع من خلال تدخلات غربية وعربية وإقليمية، وأيضا هناك أجواء تشي بأن تم تواصل حصل بطرق غير مباشرة بين طهران وواشنطن، لكن الرد لا خيار عنه، وهو سيحصل في أي توقيت، قد يكون اليوم بعد ظهر اليوم، إنما في وقت قريب وقريب جدا، ربما يتزامن مع خطاب أمين حزب الله السيد نصر الله الذي سيقول لجمهوره ولبيئته واللبنانيين في هذه اللحظة قد يحصل كذا، كما كانت الحال بالنسبة للبارجة الإسرائيلية عندما كان في العام 2000. معقول يكون رد موحد أستاذ وجدي؟ يعني هذه الفرضية كثير مطروحة هذه الفرضية، إنه معقول يكون كثير الرد موحد من قبل الحزب وإيران؟ ممكن من الحزب إيران، وربما أيضا من الحوثيين والحشد الشعبي وأذرع إيران في المنطقة، لذلك المفاجآت ستكون كبيرة ومدوية. لكن معلوماتي أؤكد بأن بريطانيا دخلت على الخط بقوة، وهي لديها جهاز استخباراتي كبير لعب دوره في الحرب الروسية الأوكرانية، والرئيس ميقاتي يتواصل مع البريطانيين والرئيس ماكرون شخصيا، وهناك سباق محموم إذا صح التعبير بين العمل الميداني والرد والمساعي الدبلوماسية، لكن الرد سيحصل، وهنا الأهمية. وبعده قد يحصل احتواء من قبل الدول المعنية، واشنطن، لندن، باريس، المملكة العربية السعودية، الأردن وسواهم. ولا ننسى أن هناك تسريبات حصلت في الساعات الماضية من قبل المملكة الأردنية الهاشمية بما لديها من دور استخباراتي وعلاقة مع بريطانيا، وكانت قد عاودت استئناف رحلات الخطوط الملكية الأردنية إلى مطار بيروت، إلا أن المستجدات الأخيرة أوقفت هذه الرحلات، وربما أبلغت البعض المعنيين وأصدقائها في لبنان بأن لديها معطيات بأن هناك عمل عسكري كبير قد يحصل، لكن توقعاته لن يكون على غرار 2006 بل محدودية، إنما الرد سيكون كبيرا. حزب الله لديه يعني وفاء لشهدائه وقياديه، وسيقوم بواجبه الميداني، لكن لا أحد يتوقع أو يحدد كيف سيكون هذا الرد. لذلك نحن أمام ساعات عصيبة، حبس أنفاس عند اللبنانيين، حالة حرب، وهذا ليس تهويلا، إنما أجواء البلد تشي بأننا نقرأ طبول الحرب، بمعنى الضاحية هناك عائلات كثيرة غادرت من الجنوب. وهنا لا اسمح لي أن أمرر هذه العبارة، يجب أن يكون هناك موقف أخلاقي إنساني عند كل لبنانيين لاحتضان أهلهم، فهؤلاء لبنانيون أي أبناء الضاحية والجنوب وفتح المنازل لهم وعدم استغلال الوضع. وهنا أثمن موقف وزير الاقتصاد الأستاذ أمين سلام الذي جمع كل قيادة الوزارة وراقب الأسعار وكل ما يتعلق بوزارته بصلة من أجل تسهيل أمور اللبنانيين في هذه المرحلة وعدم استغلال هذا الوضع. يجب أن يكون هناك موقف إنساني وأخلاقي، لأننا أمام وضع صعب ومعقد جدا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها شريحة كبيرة من اللبنانيين. نعم أستاذ وجدي، طب إذا بدنا نحكي شوي، ما فينا نعرف توقيت الرد، ولكن إذا بدنا نقول نوعية الرد كيف ستكون، يعني إذا كان الرد قاسي
والحزب يستطيع اليوم أن يرد بطريقة قاسية جدا وإيران أيضا، ولكن اليوم إذا كان الرد قاسي رح يجر البلد إلى حرب شاملة، وهذا اللي بدو نتنياهو. يعني يوم نتنياهو عم يجرب يستفز الحزب على قد ما بيقدر لا يوصلوا للحرب الشاملة. معقول يكون الرد ضمن قواعد الاشتباك ولا الحزب سيكسر هذه القواعد لأنه تعدى كل الخطوط الحمر نتنياهو؟ طبيعة الحال هذا سؤال جد مهم، وأيضا هناك حزب الله لا يريد جر لبنان إلى الحرب. هناك 1500 خارق بري وبحري وجوي قبل عملية 7 أكتوبر. إسرائيل دولة عدوة استيطانية عنصرية، هذا تعريفها، قامت بانتهاكات ومجازر في غزة وفي الجنوب ولنسى تعريفها في لبنان. لذلك عاد بنيامين نتنياهو من واشنطن بتلقي الدعم الشامل من الجمهوريين والديمقراطيين، ان كان من كارل هاريس او الرئيس السابق المرشح الحالي دونالد ترامب، بمعنى ان هناك قبة ضباط امريكيه لاسرائيل لتفعل ما تشاء، لكن هناك محدوديه لكل شيء. وبمعنى اوضح ان حزب الله سيرد كما قلت لك، لكن ربما خارج الحدود الشماليه، قد يكون هناك عمليات نوعيه على اكثر من صعيد. انا اتوقع ان تكون العمليه نوعيه، ربما استهداف اسرائيل خارج لبنان، يعني ربما عمليه على طريقه الكوماندوز الاغتيالات سوى ذلك. هذا يحدده قاده حزب الله المعنيون بهذه المساله، وليس اي محلل سياسي او اعلامي وغيره من اللبنانيين او اي شريحه معينه. لذلك حزب الله لن يجر لبنان الى الحرب الشامله. اعتقد كما قلت ربما بعد هذا الرد يتم احتواء الوضع، لان اسرائيل لا تتحمل حرب، حزب الله لا يريد حرب، ايران، واشنطن، لان ذلك سيجر المنطقه بمثابه الحرب العالميه الثالثه، ستشتعل كل الجبهات من اليمن الى العراق الى سوريا، ومن الطبيعي في فلسطين ولبنان. لذلك المسائل الدبلوماسيه جاريه على قدم وساق، ربما ضمن الصقوب، لكن اؤكد واشدد على هذه العباره، الرد سيكون قاسيا من قبل. معقول يكون في تسويه، يعني مثل ما حضرتك عم تقول استاذ وجدي، بعد الضربه؟ طبيعي بعد العمليه قد يتم احتواء الوضع ونعود الى المفاوضات والهدنه وربما التسويه، لكن نحن لا ننسى اننا في وقت فراغ قاتل الى حين الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، كل الاستحقاقات اللبنانيه الرئاسيه وسواها في ثلاجه الترقب والانتظار، وميدانيا ستبقى الامور على ما هي عليه في غزه والجنوب. هناك ايضا معلومه ساكشفها لك، انه عامس وكشتاين الموفد الامريكي وبناء على سؤال له من قبل أصدقائه اللبنانيين، قال حتى الساعة لم يتم الطلب مني بالتوجه إلى تل أبيب وبيروت، لكن هناك مسائل كبيرة تبذل، واستبعد الحرب الشاملة، لكنه من ضلل اللبنانيين بما فيه وزير الخارجية عندما قال الضاحية لم تقصف، وبالتالي مطار بيروت لم يقصف. أنا باعتقادي، وهنا لا أهول أيضا، إسرائيل دولة عدوة قد تقصف كل المنشآت المدنية والحيوية، لكن أيضا حزب الله قادر على قصف مطار بن غوريون وكل المنشآت المدنية والحيوية في إسرائيل. لذلك نعم، الأجواء تشي بصعوبة وتعقيدات كثيرة، لكن لا ننسى أن هناك أيضا سوابق حصلت في الرد والرد المضاد، بمعنى احتواء الوضع ومحدوديته من قبل المعنيين ولا سيما واشنطن، وهناك تواصل كما قلت لك بين واشنطن وطهران بطرق غير مباشره، لكن ايران ايضا تعتبر ان اغتيال اسماعيل هني رئيس المكتب السياسي لحركه حماس على ارضها هو انتهاك فاضح لسيادتها. وعلى هذه الخلفيه الرد سيكون ايراني ومن حزب الله وربما جهات اخرى، اي اللعبه مفتوحه في الساعات المقبله على كافه الاحتمال. سؤال أخير أستاذ وجدي، اليوم تعبناك معنا، يعني أين دور سوريا في هذه المعركة، وخاصة بعد زيارة المفاجئة للرئيس بشار الأسد إلى موسكو ولقائه بنظيره الروسي، أين دور سوريا إلى اليوم في هذه المعركة منذ 10 أشهر إلى اليوم؟ باختصار، سوريا هي ضمن توجهات القيادة الروسية، وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو كانت جد مهمة في هذا التوقيت والمضمون. لذلك البعض يسأل أين سوريا، أنا أقول أن روسيا هي من يوجه القيادة السورية في هذه المرحلة، وبالتالي هناك ظروف صعبة في سوريا، الحرب مستمرة وهناك أوضاع اقتصادية صعبة، لكن القرار هو لموسكو، إذا درخلت سوريا في الحرب أو عدمه هذا يعود لقيادة موسكو، بمعنى أن سوريا هي ملعب لروسيا في هذه المرحلة وتتلقى المعلومات والتوجهات من القيادة الروسية، ومن هنا نرى الصمت السوري. لكن من الطبيعي هناك عداء لسوريا لإسرائيل،
كان يذهب البعض إلى أكثر من ذلك، إنما الظروف والخصوصيات والاعتبارات تحكمها في هذه المرحلة، وبناء أؤكد على التوجهات الروسية، إنما عود على بدء أؤكد على اللبنانيين أن يكون لهم موقف وطني جامع بعيدا عن التباينات والخلافات والانقسامات. في هذه المرحلة هناك حالة استنفار كبيرة حصلت في الساعات الماضية من رئيس مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر، كل المؤسسات الإنسانية وبالتالي كل القوى السياسية والحزبية على امتداد لبنان أخذت إجراءات وتدابير احترازية تحسبا لأي طارئ قد يحصل، ونتمنى أن لا يحصل أي شيء. إنما أؤكد لك أننا أمام ساعات صعبة، وحزب الله سيرد والرب سيكون مفاجئا للكثير.